سريعاً ما يتحول الخطاب من حديث عن برنامج إصلاح للمستقبل إلى حديث عن فشل الواقع أو الأسباب التي أدت إلى فشل الواقع، وغالباً ما يتحول من بعد ذلك إلى صمت مطبق حول ما الذي يمكن فعله حيال هذا الواقع. يعني نحن جميعاً حقيقة مبدعين في لوم بعضنا بعضاً ولوم أنفسنا حول أنه كيف الدنيا خربانة، لكن أن تتحدث عن المستقبل وكيفية إصلاحه وتغييره، هذه مشكلة أعتقد أنها لم تنضج بعد في أوساط النخبة ولا في أوساط العامة فيما يتعلق بالمستقبل. ولذلك هذا المنطلق الأول الذي أردت أن أتحدث عنه. الناس على عدة أقسام فيما يتعلق في اللحظة التاريخية التي يعبرها العالم العربي. الإجماع على أننا نعبر حالة من التردي والانحطاط في مختلف الميادين والقهر والاستبداد السياسي، وقد تعمق هذا الشعور بعد الإجهاض على الموجة الأولى من الربيع العربي، فأصبحت هناك حالة أحيانا من اليأس والقنوط تتحول إلى حالة من الغضب الشديد، ثم تتحول إلى حالة من السوداوية المطلقة، وكأن التاريخ كما نريده ينبغي أن يتجاوب تماماً مع ما نقبل ونحب ونشتهي، دون أن نتفاعل مع الواقع بآلاته وأدواته، ودون أن نتدافع مع المستقبل كما ينبغي لنا أن نفعل. ولذلك أردت في هذه الكلمة اليوم أن أتكلم عن شيء أبعد عن مجرد نقد الواقع والتركيز على سوء اللحظة التي نعيشها أو ما الذي أدى بنا إلى هذه اللحظة، للحديث عن منهجية قد تصلح أن ترسم خطوط أمل للمستقبل، وأرجو أن أوفق في ذلك. طيب، في اللحظة التي وصلنا إليها كان قبل ذلك مجموعة من المقولات عبر القرن الماضي، كثير منا قال بأن إصلاح واقع الأمة لا يتم إلا عبر التجديد الديني أو عودة الناس إلى الدين على سبيل المثال، وقال آخرون إصلاح الأمة لا يتم إلا عبر التخلص من هيمنة القوى الأجنبية والاحتلال الأجنبي أو الاستعمار، وقال آخرون إصلاح الأمة لا يتم إلا عبر مناهج الديمقراطية والحرية والمشاركة الشعبية، وقال آخرون أن الأمة لا يمكن إصلاح حالها إلا بإصلاح الأسرة أو المجتمع إصلاحا أخلاقيا وتربويا، وقال آخرون أنه لا يمكن إصلاح الأمة إلا من خلال الوحدة، فلا بد من وحدة شاملة تعيد الأمة مجدها الغابر. هذه المقولات جميعا، لا أريد أن أناقش ما هو الصح والخطأ، لكني أقول أن العنصر المشترك بين كل هذه المقولات أنها محاولة لاختزال صيرورة تاريخية في إجابة وتلخيصها في إجابة واحدة، محاولة لإنزال ما هو مركب ومعقد والإجابة عليه بكسل ثقافي وفكري من خلال عبارة واحدة، وكأن الإصلاح لا يتم بشموله إلا من خلال مفتاح واحد، وهذا المفتاح متى ما مسكته وحركت فيه الباب الدنيا كلها بتزبط. في الحقيقة أن هذا من الفشل الذي عانته النخب في عالمنا العربي والإسلامي من أن تنتج مناهج تقنع الناس وتبين لهم أن الإصلاح ليس مجرد فعل أحادي، إن فعل تحرر الناس جميعا من كل ما يحيق بهم من إشكالات وإحباط، وانطلقوا إلى ميادين الإصلاح والتجديد، ثم انطلقوا إلى العزة والسؤدد، وبعد ذلك قامت الحضارة الإسلامية كما كانت في السابق. هذا الحقيقة تفكير سطحي، وللأسف هذه السطحية هي التي أدت بنا في كثير من الحين إلى الإحباط. لما تأتي تقول على سبيل المثال أن الحرية هي الحل، ورحنا عملنا ثورة ما زبطت معنا، تقول الإسلام هو الحل، رحنا بدنا نطبق الشريعة الإسلامية وما زبطت معنا، وهكذا ندخل في عالم من الاختزال. التوقع الذي نبنيه أحيانا في أذهان الناس هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإحباط، لأننا لم نحضر الناس ولم نهيئهم إلى أن عملية الإصلاح هي فعل متجدد مستمر في الزمان وفي المكان، وأنه تدافع ما بين قوى كثيرة
يمكن أن تؤدي بنا إلى طريق، هذا الطريق ليس ما في فيه شورت كات، هذا الطريق ليس فيه قفزة نهائية وسريعة، الإصلاح عملية متسارعة، مش مهمة لها بداية ولها نهاية. ما بتقول أنا والله السنة هاي بإذن الله تعالى في السبع أشهر الجاي بدي أصلح، مشان الست أشهر اللي بعدها بدي أبني حضارة، ما بتنفع. ولا يمكن أن تصل إلى لحظة تقول فيها أن الإصلاح لازم الآن عادية، أن الإصلاح قد انتهى وخلصنا الحمد لله رب العالمين والآن بدنا ننتقل إلى شيء ثاني. الإصلاح عمل متجدد، هذا أول شيء، أول شيء مهم جدا لازم كلنا ندركه. لا يوجد نقطة بداية ولا يوجد نقطة نهاية، ولا ينبغي أن نتوقع لا بداية ولا نهاية، إنما نتوقع صيرورة. ولذلك التركيز يجب أن يكون على العملية وليس على النتائج. طيب شو هالحكي اللي بتحكي فيه يعني معناته؟ طيب الأمة هذه التي نعاني نحن من إشكالاتها التي نصفها، كلنا متفقين، كلنا تقريبا إلى حد كبير متفقين إنه إحنا عندنا مشكلة عويصة جدا، وهذه المشكلة العويصة جدا ما بدأت اليوم. جمال الدين الأفغاني رفع راية التجديد مع نهاية القرن التاسع عشر رحمه الله، توفي عام 1898. وكان جمال الدين الأفغاني في ذلك الوقت مش شخصية فكرية ولا رجل دين، كان جمال الدين أفغاني قبل أن يكون رجل دين أو شخصية فكرية رجل سياسة. تعرف أن جمال الدين الأفغاني كان وزيرا في الحكومة الأفغانية في أحد الإمارات الأفغانية، ثم بعد ذلك ذهب إلى الهند، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر، وفي كل حالاته كان على اتصال مع السلطات الحاكمة، الخديوي إسماعيل في مصر، وكان على اتصال مع شاه إيران، وذهب عنده فترة من الزمن ثم أبعد ونفي إلى العراق، ثم بعد ذلك ذهب إلى أوروبا من الهند، ثم بعد ذلك ذهب إلى الدولة العثمانية وكان قريبا من السلطان عبد الحميد، ثم بعد ذلك توفي في إسطنبول. هذا رجل سياسة، لكنه أدرك أن مناهج الإصلاح تحتاج إلى عدد كبير من العوامل التي يمكن أن تؤدي بك إلى مجتمع مستقر يختلط فيه السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي بالثقافي بالديني وما إلى ذلك. ودعوات الإصلاح التي أطلقها محمد عبده وجمال الدين الأفغاني رحمهم الله كان هذا الكلام مع بداية القرن، يعني إحنا الآن نتكلم عن 100-120 سنة، ومع كل ذلك ما زالت الأمة ما استقر بها حال. هل هذا لأنه منهجيا إحنا ما عندنا قدرة على تشخيص الواقع وعلى الدعوة إليه؟ أنا الحقيقة أريد أن أقول اليوم، أن أدعي أن التجديد والإصلاح ليست بالضرورة مرتبطة بالنهوض، وهذا الزعم الكبير أريد أن أضعه بين أيديكم حتى نحرر أنفسنا من كثير من الإشكالات. فكرة النهوض والنهضة ليست مرتبطة بفكرة التجديد والإصلاح فقط، قد يكون التجديد والإصلاح جزء منها ولكنه جزء متأخر وليس جزءا أصيلا، لكنها مرتبطة بإدارة الوقائع وموازين القوة، وهذا الذي يؤدي مع الزمن إلى تغير الحال، ثم يؤدي إلى تغير الفكر ومناهجه، ويؤدي إلى الإصلاح الديني وإصلاح الخطاب الديني وإصلاح الفكر السياسي وإصلاح الفكر الاجتماعي وإصلاح الفلسفي. كل حركات التغير في العالم لم تبدأ بدعوة إصلاحية أيديولوجية، بما في ذلك ما حدث لدينا في العالم الإسلامي وما حدث بعد ذلك في العوالم الأخرى، وأنا سوف أضرب أمثلة على ذلك بعد قليل. هذه نقطة جوهرية، لأنه ساد في أذهاننا أنه إحنا إذا عملنا إصلاح فكري أو ديني أو اجتماعي الأمة بتزبط حالها ونجد مكانتنا بين الأمم، بصير عندنا واقع سياسي واقع اجتماعي واقع اقتصادي جديد. أنا في هذا اليوم أريد أن أقول أن هذه المقولة التي سيطرت على عقولنا لفترة طويلة من الزمن ليست دقيقة، بل تحتاج إلى تمحيص وتحتاج إلى جدل واسع لكي نعرف فعلا ماهية وإمكانية الإصلاح في زمن معين. الإصلاح الذي نسمع عنه في أوروبا، النهضة الأوروبية كما تعلمون، وهذا التي أريد أضرب مثال في النهضة الأوروبية ثم بعد ذلك أضرب أمثلة أخرى. النهضة الأوروبية، عصر النهضة اللي هو إحنا
بنقول إنه عصر النهضة بدأ في القرن 15 ثم 16 وفي القرن 17 The Genius Age اللي هو ثمار النهضة تم تبنيها من واقع الحال، وجاءت عندنا الثورة الصناعية، وبعدين انطلقت أوروبا في مسيرة إعادة بناء ذاتها. كيف بدأت هذه النهضة؟ هل بدأت هذه النهضة بالإصلاح الديني؟ هيجي واحد كله مزبوط يا عم، الإصلاح الديني مارتن لوثر لا شك أنه عمل إصلاح ديني مذهل، صح؟ 1500 وكم؟ 1517. كنت أقول وأسأل نفسي هذا السؤال دائما، هل النهضة في أوروبا هي التي قادت إلى الإصلاح الديني، أم أن الإصلاح الديني هو الذي قاد إلى النهضة؟ وهذا في غاية الأهمية. كثير من الأحيان يقول الناس أن الإصلاح الديني هو اللي جاء بقيم الليبرالية وقيم العلمانية وقيم الرأسمالية، والعالم الأوروبي نهض نهضته التي نعرفها، لأنه قبل ذلك كانت الكنيسة هي التي تسيطر على مقاليد الأمور، وتحرر النظام السياسي من الكنسية، فلما تحرر انطلقت النهضة الأوروبية انطلاقها الذي نعرفه. أنا حقيقة أعتقد أن هذا أيضا مقولة مجتزأة اختزالية ليست دقيقة. الصحيح أن هناك شروط سابقة ووقائع كثيرة وضعت أوروبا على مسار التغيير، وبعد أن صارت أوروبا على مسار التغيير جاء التغيير الديني أو التجديد الديني في القرن 16. كيف؟ طيب، العالم في القرن 14 ما هو؟ الدولة العثمانية. إذا بدك اليوم أمريكا، العالم في القرن 14 كان القوة الاقتصادية النامية المتطورة المنطلقة نحو العالم هي القوة العثمانية. ليش؟ لأن القوة العثمانية في ذلك الوقت كانت قاعدة بتفتح جزء كبير من أوروبا، تتوسع تنمو، بينما بقية أوروبا عمالها تعيش حالة من الجمود والتخلف والفقر والمجاعات والأمراض فيما يعرف بنهايات العصر، عصر الظلام في أوروبا. لكن أيضا الدولة العثمانية في ذلك الوقت مع فتوحاتها الكثيرة التي فعلتها كانت قد امتد نفوذها لكي تمسك بزمام التجارة العالمية. طريق الحرير الذي كان يعبر من الصين والهند، وهو أعظم طريق طبعا تجاري في العالم منذ عهد سحيق، كان يعبر عبر الأراضي التي تسيطر على الدولة العثمانية ثم يصل بعد ذلك إلى أوروبا عبر الدولة العثمانية. فالتجارة كانت عابرة الحدود، والعثمانيون في القرن 14 و 15 كانوا قد وصلوا إلى قوة اقتصادية هائلة، صحيح؟ مهم. وهذا أدى إلى ثراء وأدى إلى تقدم صناعي وتقدم اقتصادي. هل تقول أنه في القرن 14 والثالث عشر الإصلاح الديني في الدولة العثمانية كان متقدما؟ أنا لا أعرف حقيقة، يريد الباحثين يقولون هذا الكلام، أنا لا أرى دليلا على ذلك. لم أرى موائمة ما بين النفوذ والقوة التي قادتها الدولة العثمانية في تلك الفترة وبين أنه والله العالم الإسلامي كان يعيش حالة من النهوض الثقافي والفكري الذي أدى بنا بعد ذلك إلى هذه الحالة. بالحق هو كان هناك موازين قوة، موازين اقتصادية، موازين عسكرية، موازين سياسية، جعلت من الدولة العثمانية كيانا قادرا على أن يفرض إرادته الاقتصادية والسياسية على كثير من دول العالم والمنطقة، وأن يصبح بوابة للتجارة مع أوروبا، وأن يتحكم بمعابر التجارة العالمية. وهكذا كانت الدولة العثمانية القوة العسكرية الأكبر والقوة الاقتصادية الأكبر. طيب، 1348 حدث شيء جميل، مش جميل، هو قبيح جدا، بس حدث شيء مهم. أنا بس بدي أرجع لكم للتاريخ. 1348 القرن 14 كانت السفن تأتي من آسيا محملة بالبضائع من آسيا، فكانت تنقل بالإضافة إلى البضائع الفيران والبراغيث، وفي الفيران والبراغيث كان هناك فيروسات، فانتشر في أوروبا لأن السفن كانت تأتي تفرغ حمولتها في كثير من الأحيان في شواطئ أوروبا، وبالذات في البندقية في فينيسيا، فانتشر فيها وباء معروف بأنه الموت الأسود. 1348 الوفاء الموت الأسود، هذا الوباء الطاعون، في عامين حصد
ثلث سكان أوروبا، ثلث، عارف يعني من كل أربعة، من كل ثلاثة مات واحد. فلورنس، عفوا فلورنس بالضبط، وفينيسيا كانت الأكثر تأثرا. يقال أن في فينيسيا مات نصف سكانها، نصف. بريطانيا كان فيها 4,200,000، مات 1,200,000 في عامين. بقية أوروبا الإحصاءات غير معروفة، لكن الغالب أن ثلث سكان أوروبا قضوا نحبهم في الطاعون الأسود الذي اجتاح أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر. شيء عجيب. طب أنت بتتوقع أنه بعد الطاعون الانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي سيكون مروع؟ العكس هو الذي حدث. هذا الطاعون كان بداية لشيء جديد على مستوى المجتمع والاقتصاد والناس. ليش؟ لما النظام الإقطاعي، طبعا في ذلك الوقت أوروبا كانت إقطاعية. كيف يعني إقطاع؟ يعني في عندك أنت مالك للإقطاع من النبلاء، وكل من يعمل في الأرض عمليا يعتبر خدم له أو عبيد. لما صار الموت، صار الموت معظمه في أوساط الفقراء وفي أوساط العبيد وفي أوساط الناس اللي ما عندهم موارد وغذاء صحي ومناعة قوية وماء الذي يعني وماء نقي. إذا معنى ذلك الإقطاع تقريبا بدأ مرحلة الانهيار في ذلك الوقت، لأن الأرض لم تجد من يفلحها، وعندما وجد، وجد العدد القليل، وهذا العدد القليل بدأ يشعر بقيمته. أنت عندك أرض بدي أزرع لك إياها، أنا مهم جدا إليك لأن فيش حد ثاني. فالإنسان العادي البسيط بدأ يشعر بأن لديه إمكانات أوسع مما كان عليه في السابق، بالإضافة إلى أنه طبعا أسباب اقتصادية أخرى، صار في هبوط حاد في أسعار العقارات، هبوط حاد في أسعار الأغذية، ما حد يأكل، ما فيش مزارع كثيرة بس ما حد. فلذلك تراجع أسعار، تراجعت أسعار العقارات في أوروبا 30%، تراجع أسعار الغذاء 40%، فالناس أصبحت مستواها الحياتي أفضل من تبقى حيا منهم. ثم بعد ذلك لما مستوى الحياة تحسن، بدأ في حديث بين الناس عن حقوق. يعني إنه طيب إحنا مش عندنا حقوق يعني ولا مؤاخذة. يقول بعض المؤرخين أن الموت الأسود الذي اجتاح أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر على سبيل المثال كان من الأسباب التي أدت إلى حالة جديدة من الوعي لدى الناس البسطاء، وحالة جديدة من الوعي لدى النخبة أيضا بالحاجة إلى الناس، وحالة يسميها البعض بأنها حالة روحية لأنهم رأى الموت رأي العين ومات لهم ناس كثيرين جدا. فبدأ الناس يتحدثوا عن أخلاقيات جديدة ينبغي أن تنشأ في أوروبا بديل الواقع السوداوي المظلم الذي كانت تعيشه تلك القارة. شيء عجيب جدا. يعني أنت تخيل مرض طاعون يعمل مشكلة. طبعا أنا ما بدي أعمل مقارنة بالكورونا، بنيجي بعدين هذا، بس القصة أنه بالمناسبة الطواعين اللي هي الفيروسات التي انتشرت في مختلف أنحاء أوروبا صنعت وقائع سياسية واجتماعية في غاية الأهمية. أشرت مرة أنا في حديثي عن طاعون جستينيان المشهور في منتصف القرن قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 50 عام، وكيف أنه قضى على ثلث سكان إسطنبول القسطنطينية في ذلك الوقت، وأحال أملاك الدولة البيزنطية إلى إشكاليات كبيرة جدا، وهذا أضعفها في المقابل، وهذا كان من المقدمات التي أضعفت موازين القوة عند مبعث الإسلام ومنطلقه. لأنه عادة مثل هذه الطواعين تأخذ 30 إلى 60 سنة لما المجتمعات تتأقلم معها من جديد. أكل هذا مش موضوعنا اليوم. نرجع لأوروبا. هذه كانت نقطة بداية. في القرن الرابع عشر، الخامس عشر، كانت الدولة العثمانية تتوسع. سيطرت على قسطنطينية في 1453. انتبه. ما الذي حدث؟ سيطرت على القسطنطينية. ما هي القسطنطينية؟ القسطنطينية هي عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية أو الرومانية الشرقية اليونانية، أي أن التراث الإغريقي الفلسفي والفكري كان قد تجمع وين؟ في القسطنطينية. اللغة الرسمية لسكان القسطنطينية في ذلك الوقت كانت اليونانية وليست اللاتينية. أوروبا لاتينية، روما وما جاورها من نخبة في أوروبا كلها كانت تتكلم اللغة اللاتينية. الإنجيل كان يكتب باللغة اللاتينية حصرا.
طيب الجماعة اللي هون لما طلع من هون وين راحوا؟ على أوروبا بتراث يوناني. شو يعني تراث يوناني؟ يعني أخذوا معهم فلسفة أفلاطون وفلسفة سقراط ووصف بطليموس للعالم، إنه العالم مركزه الكرة الأرضية والكواكب والنجوم تدور كلها حول الكرة الأرضية. وفجأة بدأت النخبة الأوروبية تتعرض لشيء جديد لم تعرفه من السابق أو لم تتعامل معه بشكل حقيقي، هذا التراث اليوناني القديم. والتراث اليوناني القديم كما تعلمون هو التراث المؤسس للنهضة الأوروبية عموما. فبدأ المفكرون اليونانيون يتكلمون لغة يونانية ويقدموا المصطلحات، والعالم بدأت تسمع، صار في جدل ونقاش. بطليموس جاء، طبعا تعرفوا بطليموس المقولة المشهورة للبطليموس إيش هي؟ إنه المركز العالم هو الأرض. هذا أثار انتباه كثير من الناس. بيجي واحد اسمه كوبرنيكوس بيقرأ الكتاب بكل يا جماعة طب معقولي هيك الشغل، خلينا نناقش الموضوع. بيبدأ يبحث يبحث يتفرج يشوف كذا، بروح برجع لمخطوطات أخرى إسلامية جاءت من الأندلس اللي سقطت قبل يومين. لاحظوا هذا القرن الخامس عشر في غاية الأهمية. هذا القرن الخامس عشر هو القرن الذي بدأت فيه التغييرات الحقيقية والجذرية في الثقافة الغربية الأوروبية. هذا القرن ساهمنا نحن المسلمين في تشكله بشكل جذري، من حيث نعرف أو من حيث لا ندري، من حيث نقصد أو من حيث لا نقصد. سقوط القسطنطينية، فتح القسطنطينية على يد المسلمين أدى إلى هجرة العقول اليونانية إلى أوروبا، فأثرت الثقافة اليوروبية مع مخطوطاتها الفلسفية والفكرية وما إلى ذلك. سقوط الأندلس أو غرناطة 1492 أدى إلى هجرة العقول، أو لنقل الكتب على الأقل، لأن الكنيسة حرقت جزء كبير جدا من الكتب، ولكن في كتب كثيرة جدا تم نقلها إلى جنوب فرنسا ونقلها إلى بقية أوروبا وترجمت إلى اللغة اللاتينية. فتعرض المثقفون والنخب في أوروبا لشيء جديد قادم من تاريخ يوناني عتيق وقادم من حضارة إسلامية حديثة، وبدأ الجدل. شغلي interesting اللي قاعد بتحصل. طيب 1440 هذا مهم اليوم، طبع الإنجيل لأول مرة في التاريخ. المطبعة كانت غوتنبرغ، هذه مطبعة غوتنبرغ الشهيرة التي غيرت، يعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك أصلا نهضة أوروبية بدون غوتنبرغ بريس. غوتنبرغ هذه مطبعة طبعت، غوتنبرغ كان رجل اخترع فكرة الطباعة عبر صف الحروف، وأول تطبيق كان على الإنجيل. ففجأة الإنجيل يطبع في داخل أوروبا ويصبح في متناول الناس، لأن الإنجيل قبل ذلك كان نسخا مكتوبة باليد موجودة حصرا في الأديرة والكنس، ولا يطلع عليها إلا الرهبان، لأن البابا كان قد قرر مسبقا، البابوات مش واحد كلهم، أنه لا ينبغي لعامة الناس أن يقرأوا الإنجيل، وقراءة الإنجيل كانت تعد إثما وذنبا وخطيئة، بل قتل وحرق بعض الناس لحيازة أناجيل خارج إطار الكنيسة. هاي مهمة جدا. 1440 طلعت لنا غوتنبرغ بريس، راحوا نشروا الإنجيل، فكانت سارة العالم تقرأ الإنجيل. طيب في عمق هذه الحالة أنه عندك إنجيل متوفر، عندك ثقافة لاتينية يونانية جاي من القسطنطينية، عندك ثقافة إسلامية جايتك من الأندلس، وفي نقاش، أصبح في تساؤلات كثيرة في النخبة الأوروبية. هذه التساؤلات بعد ذلك قادت إلى إشكالات مع الحالة الثقافية الموجودة، اللي هي سيطرة الفكر الديني الكنسي الكهنوتي على مقاليد الأمور مثلا. مش معقول يعني، عدم مؤاخذة، أنا قارئ الإنجيل مش شايف فيه إنه في بابا، فأنت عدم مؤاخذة حضرتك كبابا تتكلم باسم الروح القدس من وين؟ بدي أسمع. سؤال جميل. زمان ما كنتش قارئ الإنجيل، مش ملتفت لهذا الموضوع، بس اليوم والله دورت في كل مكان ما لقيت. فبدأ الناس يعني ناس تحكي على استحياء إن شو القصة هاي. في نفس الوقت الآن
تعالوا شوي نرجع لورا. أوروبا ما هو اقتصادها في ذلك الوقت؟ فلورنس. طبعا نحن نقول أن النهضة الأوروبية بدأت بفلورنس. فلورنس في إيطاليا. حد راح فلورنس؟ في حد منكم راح فلورنس؟ رحت زرت متحف ميديتشي وديفيد اللي هو التمثال العظيم تبع مايكل أنجلو والكاتدرائية المشهورة. المظاهر الأولية للنهضة الأوروبية نشأت في فلورنس. ليش في فلورنس؟ فلورنس كانت مدينة بنكية تجارية. البنوك كانت قد نشأت في فينيسيا في 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 البندقية وفي فلورنس في إيطاليا. كانت فلورنس إمارة مستقلة، وكانت فينيسيا اللي هي البندقية إمارة مستقلة، بيتزا كل إمارات إيطالية. لكن كان هذا التفكك، هذا التفكك في إيطاليا سبب لبناء إمارات مستقلة قائمة بذاتها، وكل إمارة تتنافس مع الإمارة الأخرى في بناء اقتصاد جديد. يعني التشرذم كان سبباً لحالة اقتصادية وسياسية أتاحت فرصة ومساحة للعامة وللناس لكي يعبروا عن رأيهم، بينما في دول مركزية لم يكن بإمكان أحد أن يتكلم. فحالة التشرذم الإيطالية سمحت بحرية، فأصبح الناس الذين يعيشون بفلورنس على سبيل المثال لديهم بنك. أول بنك عمل واحد اسمه ميديتشي اللي هو أنت رحت زرت متحفه. الميديتشي هذه عائلة فلورنسية مشهورة اشتغلت في التجارة، ولكن نفس الوقت كان عندها النظام البنكي، سيطرت على النظم البنكية وبدأت تشتغل عليها بشكل يعني ممتاز. كانت تجارتها إيش؟ أكثر شيء صناعة الأقمشة. كويس؟ طيب أنت حتى تصنع الأقمشة في شيء مهم جدا، والجلود في شيء مهم في الأقمشة والجلود لا يمكن أن يقام أن يفعل إلا به عنصر كيميائي اسمه ألوم، اللي احنا بنعرفه حجر الشبة، تعرفوا الكريستال اسمه ألوم. هذا الألوم انت ما بتقدر تعمل فيه اي شيء في الأقمشة، لانه حتى تصبغها تحتاج ألوم. من وين كان الألوم يجي؟ من مصدر واحد اساسي، تركيا، الأناضول، من الدولة العثمانية. انت عارف انت تتكلم الان عن 400 وشوي، ميديتشي حكموا 432 لنهاية القرن. طيب في هاي الفترة أنا تاجر، وكل فلورنس بتشتغل هذه التجارة، وفينيسيا بشتري بصنع المواد عندي، المصانع تبعت القماش والجلود بحملها بوديها على فينيسيا، والسفن بتأخذها على مختلف أنحاء أوروبا. اقتصاد فينيسيا واقتصاد فلورنس الأكبر في أوروبا في ذلك الوقت قائم على تجارة الأقمشة والجلود. والعنصر الأساسي في الأقمشة والجلود الألوم، الذي لا يوجد إلا في ذلك الوقت، لا يستورد إلا من تركيا، ويدفع فيه 300,000 داكت اللي هو 300,000 عملة من العملة داكت، العملة الرومانية القديمة، وهذا مبلغ ضخم جدا في معايير ذلك الزمن. فالدولة العثمانية ما بعطيك، انت عدو، ما هو أحد المؤاخذة، أنا عامل حروب مع فينيسيا مرتين كدولة عثمانية، فلما أنا بدي أودي لك الأمور مشان اقتصادك يتحسن برضو في شروط عسكرية. ولذلك كان هناك ارتباطات عسكرية مرتبطة باتفاقية بيع الألم إلى إيطاليا، من بينها شراء الأسلحة بقيود تضع الدولة العثمانية على المتحاربين في إيطاليا. إيطاليا كانت تحت حروب أهلية هائلة، والدولة العثمانية كانت مرتاحة. إيطاليا تعتمد عليها عسكريا وتعتمد عليها في موضوع الاقتصاد. لكن ما الذي حدث؟ عام 1462 وجدت مجموعة من مستكشفين في إيطاليا نفسها 7 جبال من الألوم، فزفوا الخبر إلى البابا في نص مشهور يقول فيه: لقد جئناك بهدية لم نكن نحلم بها جميعا، أننا سنتخلص من هيمنة الترك على إيطاليا، لأننا من الآن وصاعدا بإمكاننا أن نستخرج الألم وأن نقوم بصناعتنا كما نشتهي ونشاء دون الحاجة إلى شروطهم ولا إلى اتفاقياتهم. والبابا أعلن ذلك انتصار عظيم جدا على المسلمين. 1462 بحكي لك كيف الوقائع تصنع واقع سياسي جديد. فأصبح عندك استقلال اقتصادي، استقلال اقتصادي بيؤدي إلى حالة جديدة من التفاوض مع الخصم اللي هو الدولة العثمانية. 1492 سقطت الأندلس،
صح؟ 1492 كولومبوس ركب السفن متجها إلى وين؟ لوين راح كولومبوس 1492؟ إلى الهند، ويقال للصين، راح الصين، هو طبعا راح الصين على الغرب، فظل يمشي يمشي، نزل وين؟ في أمريكا اللاتينية، في الكاريبي، كويس؟ كوبا. لما وصل على الكاريبي اكتشف أنه شيء مش معقول اللي حاصل، ثقافة جديدة، عالم جديد، بندورة، بطاطا، ما حدا كان شايف هاي الشغلات، بشر هناك بسطاء جدا، بإمكانك أنت تأخذ اللي بدك إياه، ما حد بيسألك. رجع قال لهم يا جماعة ترى لقيت إشي مش معقول، شو بتحكي فيه؟ جاب لهم أدلة وراهم حيوانات غريبة، فبهرت الملكة والملك فرديناند وإيزابيل في إسبانيا بذلك، وبهر البابا أيضا، في لأنه ذهب إلى البابا أيضا وقدم له مجموعة من الهدايا كان بينها السيجار، والبابا أصبح مدمن على السيجار في 1492 بالضبط، هذا يعني فعلا مات هذا البابا وهو مدمن، بعدين أدمن على المخدرات كذلك، اسمه بورجيا، مشهور في مسلسل طويل عريض عليه في نتفليكس The Borgias. اللي حصل كالتالي، انه 1492 فتح لأوروبا عهد اقتصادي لم تكن أوروبا تعرف عنه شيئا، لأن الذهب والفضة التي وجدت في أمريكا اللاتينية كانت كميات هائلة، وبدأت السفن من 1492 في نقلات مختلفة أو متعددة تأتي مش فقط في الأكل والشرب والأشياء الغريبة جدا والعبيد، بينما بدأت تأتي كذلك بالذهب والفضة، العملة التي كان العالم يتعامل بها في ذلك الوقت شهي الذهب والفضة، عملة الدولة العثمانية شهي الذهب والفضة. لما أنا كإسبانيا يصير عندي مخزون من الذهب والفضة لا حصر له ولا عد، بالأطنان تأتيني كل شهر بيجينا أطنان من الذهب والفضة، عدم مؤاخذة عملتك وين حتروح؟ في نفس تلك الفترة بدأت العملة العثمانية بالتراجع فورا بسبب ازدياد كمية الذهب والفضة في الأسواق وانخفاضها عند الدولة العثمانية، كويس؟ هذا شيء مهم جدا، إذن في سبب اقتصادي مهم بدأ الآن ينخر في صلب الهيمنة الاقتصادية العثمانية على العالم، اللي هو هذه الشحنات الهائلة التي بدأت تأتي من أمريكا اللاتينية، ضربت العملة العمرة التركية العملة العثمانية. الشيء الثاني، كانت الدولة العثمانية تمارس احتكارها على طريق الحرير من الهند والصين إلى أوروبا، فلما ماجلان بعد كولومبوس بعدة سنوات 1507 بدأ يتجه نحو الهند عبر رأس الرجاء الصالح، ماجلان اللي هو طبعا في هذه الحالة أصبح لدينا طريق جديد يمكن للتجارة الآسيوية أن تعبر مباشرة إلى البرتغال وإلى إسبانيا دون المرور بمياه الدولة العثمانية أو بأراضي الدولة العثمانية والمماليك. فهذا الذي أدى إلى أيضا خسارة هذا الاحتكار الاقتصادي، وهذا الذي أضر أيضا بالدولة العثمانية إلى حد كبير جدا. فعندك الآن ضربة اقتصادية جاءتك من أمريكا اللاتينية، وضربة اقتصادية جاءتك من تغير طرق التجارة، عندك ضربة جاءتك من إسبانيا، وضربة جاءتك من البرتغال، هذا الذي حدث بالضبط. بقي الدولة العثمانية 1490 و 1500 قوية جدا، 1517 الدولة العثمانية فتحت هزمت الصفويين، بعدها بسنتين دخلت إلى بغداد إلى 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 الشام، معركة مرج دابق، السلطان سليم فتح القاهرة، أقام السلطنة العثمانية والخلافة، بعدها دخلوا بغداد، بعدها انطلقت الفتوحات باتجاه طبعا البلقان، بلغاريا، اليونان، كل هذه، وفينيسيا طبعا حصرت، وفيينا تم حصرتها فترة طويلة جدا. الدولة العثمانية كانت ما زالت تعتمد على قوة عسكرية هائلة، لكن بدأت جذور التراجع في ذلك الوقت واضحة، التيار الاقتصادي بدأ واضح. هذا التيار الذي بدأنا نلمسه مع بداية القرن السادس عشر ما بيأثر على الدولة العثمانية تماما إلا بعد 100-150 سنة، لما الدولة العثمانية فعلا تصبح الآن أفقر مما كانت عليه، وتصبح عواصم أوروبا التي اكتشفت العالم الجديد تثري ثراء فاحشا،
والثراء جاء معه أشياء كثيرة جدا. الثراء جاء معه ساعة الوقت، جاء معه الأسطول العسكري، جاءت معه التقنيات الحديثة، جاءت معه أشياء كثيرة جدا. طيب شو دخل هذا الكلام بالتجديد الديني؟ الحالة التي سادت في أوروبا في ذلك الوقت نفسيا وذهنيا مع مطلع القرن الخامس السادس عشر، كان الناس مهيئين للتفكير في أشياء أخرى خارج إطار قوت يومهم، عارف، مهيئين أيضا لمحاورة ومناقشة مسلمات مطلقة تربوا عليها لمئات السنين في علاقتهم بالدين وعلاقتهم بالكنيسة وبالهيكلية التي بناها بنيت في روما وفي الفاتيكان. ثم عام 1517 بيجي رجل اسمه مارتن لوثر برفع الراية في مجتمع بدأ فعلا يتساءل. يعني أن التجديد الذي رفعه مارتن لوثر لم يكن في الحقيقة هو بداية لشيء لم يكن له أساس، ومارتن لوثر هو الذي فعل ذلك وبعد ذلك خلص الحمد لله الأمور مشت زي الذهب. لا، هو جاء في حالة مهيئة اجتماعيا وفكريا لتقبل شيء جديد. لولا أنه طبع الإنجيل في 1440 من جوتنبرغ بايبل ما كان في عندنا مارتن لوثر. لولا أن الممالك الأوروبية بدأت تعتمد على تجارتها في نوع من الثراء بدأ ينمو في المجتمعات، وبدأت التجارة تحل مكان الإقطاع. هذا مهم جدا. الإقطاع نظام متفق وجميل جدا بالنسبة للكنيسة لأنه يتفق مع الهيكلية الصارمة التي بنتها الكنيسة، أن الإقطاع في بني آدم بملك كمية هائلة من البشر. لكن لما جاءت التجارة، التجارة مش إقطاع، التجارة في أخذ عطاء، في تفاوض، في نقاش، في حوار، والتجارة في حقوق، في عقود. إذا بدها دولة، بدها حكومة، بدها قضاء، وإذا ما في قضاء عادل فيش تجارة محترمة، وإذا ما في استقرار سياسي وأمني فيش تجارة. فلما جاءت التجارة اقتضت منظومة سياسية واجتماعية وتشريعية لم تكن موجودة في القرن الرابع عشر. ولذلك نشأ عندنا في فلورنس دولة محترمة، فينيسا صارت دولة معينة، بدأ في قوانين معينة وفي ديمقراطية وفي سنت وفي اجتماعات لبرلمانات. صحيح كان النبلاء هم اللي يسيطروا على معظمها أو كلها، لكن على الأقل صار في شيء اسمه شورى في المجتمعات. فبدأت صار في شيء اسمه رأس مال عند الناس. رأس المال صرت أنت تأكل وتشرب كرجل مالك لشيء ما، بآخر اليوم ظل عندك شوية فلوس تروح تشتري لوحة بتحطها في الحيط. فصار عندك ليوناردو دافنشي عظيم جدا، صار عنده مايكل أنجلو عظيم جدا، اللي عنده لوحة لمايكل أنجلو شيء مهم، لما تعمل قصر بتجيب واحد من الكبار يصمم لك إياها. فبدأت النهضة تؤتي ثمارها في شكل فني، في شكل أدبي، في شكل ليترتشر، في شكل ثقافي، في شكل ملاعب، في شكل حياة جديدة. الناس بدأت تستمتع بشيء مختلف لم يكن موجودا في السابق. إذا الظروف، ثم وجدوا أن الشيء الوحيد اللي مش قاعد بتقدم بين كل الأشياء اللي بتتقدم وبتتحرك هو الدين. هاي نقطة مهمة. يعني عارف أنت الاقتصاد قاعد بتتحرك، السياسة قاعد بتتحرك، الآداب والفنون قاعد بتتحرك، المجتمعات قاعد بتفكر في أشياء جديدة وأطر جديدة. والبابا مما الله خلق كل اليوم من ألف ومن ما بدأت يعني روما تصنع القرار الديني والكهنوتي إلى اليوم نفس التعليمات الدينية، حرق السحرة على شو اسمهم السحر، تعرفوا قصة حرق السحرة؟ انتشر في أوروبا فترة طويلة جدا فكرة حرق السحر. يجي واحد يقول أنا هاي المرة شفت عامل سحر، بيجوا بأخذوها بحققوا معها، لما تعترف طبعا بالضرب والقتل، بعدين بحطوها على ستيك على عمود خشب بحرقوها. البابا عدل على قانون الحرق انه اضاف حرق الساحره المراه التي تتهم بالسحر والقطه اللي في الجوار، لانه روح الساحر ممكن تحل في القطه تبعتها. كان هذا تعديل مهم جدا وجوهري على الثقافه السائده في القرن الخامس عشر. يعني تخيل وحرق الاف النساء في مختلف انحاء اوروبا لانهن ساحرات. اي واحد يتهم اي واحد بالسحر وتجيب عليه 3-4 شهور سلامة سلمك انحرق. شايف كيف؟ حتى في الطب بنعرف الان مثلا لما صار الطاعون ناس يجوا يداووا، واحد يقول لك لا الدواء كان عند مين؟ مين اللي كان يداوي العالم؟ فيش اسمه طبيب. هذا الطبيب اللي كان دواء كان يحرق، كان لازم تجيب الراهب هو اللي بيقرأ عليك
وبيصلي عليك وبيعمل لك شوية شغلات وخلص انتهينا من هذا الموضوع. فالطب أصلا كان يعتبر ثقافة كافرة لأنها ثقافة المسلمين. وفي رواية بديعة الحقيقة كتبت عن هذا الموضوع بتصنف في هذا المرحلة القرن 13 كيف أنه صار في مصيبة كبرى وجابوا طبيب مسلم للأندلس، صار في جدل هائل في المجتمع على كيف أنه، لكن اللي صار أنه الأمير هو نفسه اللي كان مريض فما حد عارف يتدخل. وهذا بداية أنه الناس بدأت تتساءل طب معقول، وشوفي كيف هذا الكافر اللي هو المسلم شفى هذا الأمير مش الراهب مثلا، وصار جدل يعني كيف الشغلة هاي، معناته بجوز الكفار عندهم شوية شغلات أخرى وهكذا. فأنا قصدي أنه الوضع الذي كان سائدا في أوروبا كان في غاية التعقيد. اقرأوا إذا بتحبوا قراءة الروايات، في رواية اسمها كين فوليت، المؤلف البريطاني اسمه كين فوليت، The Pillars of the Earth تتكلم عن أحداث القرن 13 والدارك ايجز في اخرها وكيف تعرضها للثقافه الاسلاميه. جميل يعني، بنصح بقراءه الكتاب، ممتع. طيب نرجع مره ثانيه للتراك هذا. اذا معناته اجى لوثر كينج، مارتن لوثر قال يا اخوان يعني صلوا على النبي، ما بنفع هذا الحكي اللي قاعد بيحصل، الناس بدها تكفر كمان شوي. شايف كيف المجتمع تغير، الثقافه الدينيه لم تتغير. ايش قصه سكوك الغفران؟ البابا قرر أن يبني كنيسة سانت بطرس اللي موجود الآن في الفاتيكان، الضخمة هاي شوفوها، الكنيسة اللي احنا بنزورها لما نروح الفاتيكان. فأجل بده يبنيها. البابا كان عنده بنك، كانت كثير من ثروات إيطاليا منها الألم بالذات كان احتكار كنسي، كانت الكنيسة هي اللي تعطي للشركات. يعني البابا وقع مع الميديتشي اتفاقية لما اكتشفوا الألم 1462 لكي يقوم باستخراجه، وكل عائداته تذهب إلى البابا أو يشترك مع الشركة هاي. فالبابا كان يعني الدولة البابوية في روما كانت في غاية الثراء، ثراء بشع. لكن لما جاء ابن الكنيسي قال يا أخوان إحنا معنا فلوس، طيب شو نعمل يا حج؟ قال بدنا نعمل إيش اسمه صكوك الغفران. كيف صكوك الغفران؟ قال أنا باجي بكتب لك، إذا بتدفع 10 دنانير، شفت كيف، بكتب لك صك تأخذ معك لما تموت، ويوم القيامة يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماشي الحال؟ ما بنفع قال لهم التوبة لحالك، التوب هيك وتفكر لعبه، تروح التوب منك لحالك وربك يغفر لك، لا بدك التوب وتدفع. فالناس حرام بدهم يروح على النار؟ لا طبعا. فصار العالم يروح يقترض، يروح يشتغل، شو تحويشة عمره، كل واحد مذنب في الحياة يروح يكتب سك الغفران، يعطوه سك الغفران. ما كفت فطلع قرار ثاني، قال لا سك الغفران حل ماتوا كمان. إلك أم، إلك أبو، إلك حفيد، إلك جد، إلك واحد مات كان عامل له عملي وهسه بالنار 100%. كيف بدك تطلع من النار؟ قال لهم إذا بتدفع في سك غفران للميت، إذا بتدفع عنه. طبعا في مقولة لا يعرف مدى دقتها لكن هذا انتشرت في أوروبا كثيرا، في اللحظة التي اللي بتسقط فيها الدنانير في الوعاء، شايف كيف، الزلمة بيطلع من النار وبروح الجنة. فالعالم بدها تطلع أمهاتها وأباها من النار، فصارت العالم تطلع. أجا مارتن لوثر قال يا إخوان هذا رجل تقي وصالح وزلم ماخذ الدين عن جد. فراح هو على الفاتيكان نفسه، زار الفاتيكان، حج مشهور من ألمانيا، طبعا ألماني، حج مشهور، مشيا حافيا إلى الفاتيكان، وكان رجل زاهد وملابسه بسيطة جدا وكذا. شاف الفخامة والأبهة، قال يا أخوان إحنا كل هالفخامة والأبهة من الذهب والفضة نأخذها من جيوب الفقراء والمعدمين مشان كلهم في سكوك غفران؟ أنا قريت البايبل ما شايف هذا الحكي اللي بتحكوا عنه، منين جبتوه؟ قريت البايبل مش لكي. قالوا له أنت ما بتعرف يعني أشياء جديدة وكذا. فالرجل ذهب عائدا إلى ألمانيا وبدأ يشتغل على هذا الموضوع، وفي 1517 مسك ورقة وقلم، كتب خط يده، قال أنا في عندي 95 نقطة مختلف فيها مع الواقع الحالي. أولا صكوك الغفران. قال المغفرة هي منحة إلهية لا يمكن أن تشترى أو تباع، هذا ما انتهينا منها، الله اللي بيغفر للعالم مش أنتم. رقم اثنين البابوية نفسها هذه مشكلة، أنا ما لك لها دليل، إذا سمحتوا جيبوا لي منين
في إشي اسمه بابا قادر على أن يشرع تشريعاً لم يسبق له مثيل. كتل 95 نقطة. وين راح فيهن؟ علقهن على باب الكنيسة وحط مسمار وعلقهن. أجت العالم تقرأ، إيه والله إشي منطقي جداً جميل. راحوا أخذوا ودوها على مطبعة، شوفت مطبعة برضو جديدة، راحوا طبعوا هالورقة هذه وصارت هالشباب وين تلف على الشوارع وتوزع. العالم قرأت، صارت الناس تقرأ، المتعلم يقرأ وكل الجاهل كله عمي هذا الزلمي هذا راهب محترم وآدم بنعرفه رجل تقي وصالح ما في أي أحسن منه، تفرج شو قاعد بيقول. فالناس بدأت تتساءل. انتشرت قصة إيش مارتن لوثر في كل أنحاء أوروبا. في غضون شهور قليلة جدا كان هذا المطبوع نسخ منه ملايين ووزع في كل أنحاء الدولة، في كل أنحاء أوروبا. طبعا أوروبا كاثوليكية في معظمها، طبعا ما عدا الجزء الشرقي اللي احنا بنحكي عنه كنسي أرثوذكسي. فبدأ الجدال والنقاش. 1922 زقطوا، يعني زقطوا معناته مسكوه، أمسكوا به، ألقوا عليه القبض، ألقوا القبض عليه وحكموا محاكمة مشهورة بحضور الإمبراطور. هذه النقطة الجوهرية. طبعا في أحداث كثيرة ما بدي أدخل في موضوعنا، مش مارتن لوثر. 1922 الإمبراطور 1522 يعني بعد خمس سنين عملية من كتابة ذلك النص، ترأس الإمبراطور محكمة مشهورة. من هو الإمبراطور؟ إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة، The Holy Roman Empire، كان في ذلك الوقت Spanish، اللي هو يمثل سلطة الكاثوليك في العالم الزمنية، السلطة السياسية بمباركة البابا طبعا. فعمل المحاكمة، جاء مندوب البابا وقال هذا كافر وإحنا بنعمل عليه حرمان كنسي. عملنا له حرمان كنسي وقالوا له إذا سمحت هاي الكتب الستة اللي أنت مؤلفها ما زلت معتقد بما فيها؟ قال نعم ما زلت معتقد بما فيها. قالوا إذا أنت كافر. رقم اثنين إنه لازم نعمل عقوبة، حرقوا الكتب، منعوا تداولها، وقالوا إنه لازم يعدم. الإمبراطور كان طبعا بده يعدمه ضروري جدا لأنه مشان يرضي البابا. لكن اللي حصل هنا كتبه بجد موازين القوة مرة ثانية. العالم بدأ في ذلك الوقت يتشكل تشكل سياسي بعيد عن مركزية الهولي رومان إمباير وبعيد عن سلطة البابا المركزية في روما. ليش؟ أنا قلت لكم قبل شوي صار في العالم تجارة. التجارة حركت عواصم جديدة في أوروبا، التجارة حركت ثقافة وطنية ما كانت موجودة في السابق. زمان كل النخبة تتكلم اللغة اللاتينية والناس المساكين ما حد سأل فيهم أصلا. اليوم مع وجود منظومة تجارية جديدة بدأت العالم تتكلم اللغات المحلية. اللغات المحلية معناته صارت الثقافة المحلية تتشكل في النفوس بشكل أعمق، موجودة سابقا لكن الآن أصبحت تأخذ شكلا لغويا شكلا ثقافيا. صار في إشي اسمه الثقافة الألمانية وإشي اسمه الثقافة الفرنسية والثقافة الإسبانية. هذا ألماني. الأمير فريدريك تبع ألمانيا ما عجبه الخراف هذا، هو أصلا مبسوط أنه لابد من شيء ما يطلعنا من سيطرة الدولة الرومانية، الدولة الهولي رومان إمباير والكنيسية. فعمليا هرب مارتن لوثر وحجزه في قلعة، قال انه خطف في الطريق، بعدين حطوه في قلعة وقال له توكل على الله اشتغل بدك اياه. فبلش مارتن لوثر في تلك القلعة يعمل اشياء كثيرة جدا، من بينها انه لاول مرة ترجم الانجيل الى غير اللاتينية، ترجمه الى اللغة الالمانية ووزع. قال للناس يا اخوان حتى تفهموا كلمة الرب ما تروحوا تقروا لاتيني، ما حد بقرأ لاتيني الا النخبة، فتفضلوا هذا بالإنجيل باللغة الألمانية. فبلشت العالم تقرأ الإنجيل، العهد القديم والعهد الجديد، التوراة والإنجيل. هنا تغيرت المفاهيم. الناس هو كلهم شوفوا أنا في كتابي بقولكم إنه الرب أو يسوع أو إنه في الآية الفلانية كذا كذا كذا، ارجعوا اقرأوا. فعلا يرجعوا يقرأوا يلاقوا إنه الحكي اللي بيحكي صحيح. هنا تحولت اللوثرية في أوروبا في ألمانيا تحديدا إلى حركة واسعة الانتشار، ثم إلى ثورة، ثورة الفلاحين المشهورة استمرت حوالي 4-5 سنوات وأطاحت بالنظام الإقطاعي الموجود في ألمانيا، وانعتقت كثير من الأدوات الإنتاج من الإقطاع المشهور السابق، وانطلق المجتمع في طريق التغيير. بعدها طبعا دخلت عندك الليبرالية ودخلت عندك التعدد وصار التفكير حر، لأنه قال الكنسي قال أهم شيء عند الإنسان يكون حر في التفكير، ما حدا عنده وصاية على عقله، لأن الله يريدنا أحرار ولا نريدنا عبيد. انطلق فكرة بسيطة، انطلق العالم. إذن أنا الذي أقوله التجديد الديني جاء في ظروف أدت إلى نجاحه، لكن لو التجديد الديني تبع مارتن لوثر حدث قبل 100 سنة كان ما حد دري فيه.
لأن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لم تكن مؤهلة لذلك. وهكذا هذا أيضا أدى بعد قليل إلى صعود تيارات جديدة في أوروبا. وإذا واحد زي كوبرنيكوس بيجي بيقول أنا إخوان ما دام الناس بدأت تحكي في الدين بإمكانك تحكي في كل شيء. زمان لو كنت تحكي إنه الكرة الأرضية ليست مركز العالم تحرق، تعرفوا إنه قتل ناس كثيرين لأسباب دينية متعلقة بموقع الكرة الأرضية من العالم. لكن كوبرنيكوس استطاع في 1537 عارف بعد الإصلاح الديني بشوي يقول ترى ديروا بالكم أنا اكتشفت شغلة لسه أخطر من هيك. قالوا له شو اكتشفت؟ قال لهم إنه الشمس هي مركز العالم. ما حد قتله، أعرف يعني شوف كيف الجرأة أدت إلى جرأة جديدة، بل أهدى كتابه للبابا. وهذا كانت لسه بينما السابقين له قبل 150 سنة حرق لما قال نفس المقولة. فإذا معنى ذلك أن الحياة بدأت تتغير والمجتمع بدأ ينفتح وبدأت أدوات الإنتاج تتغير. الآن أنا بدي أرجع للكثير، رحنا على أوروبا، نرجع الآن على العالم الإسلامي واللحظة الحالية. ما الذي تغير؟ إذا النظرية التي أريد أن أصل إليها تقول ما يلي: أن كل تغيير يأتي في أوانه، لكن الإعداد والتحضير له عملية مستمرة. فاللي بيجي بقول يا حمي حاولنا وما زبطت معنا، قعدنا 14 يوم ميدان التحرير وما زبطت، ما مش هيك الحياة. يعني الحياة مش قرار أنت بتقرر متى وكيف، في موازين، في سنن، في تدافع، في مراحل ينبغي أن ننضج من خلاله حتى نصل إلى التغيير. إذن هاي هي النظرية. التطبيق هو إيش؟ الواقع الذي نعيشه في العالم العربي. في واحد حيجي يقول لي يا أخي طب أنت إذا سمحت يعني عدم مؤاخذة، كيف بتقارن واقع الحال بقبل 500 سنة و600 سنة التاريخ الأوروبي؟ هذاك الدنيا وين وإحنا وين؟ الدنيا تغيرت صح، أنا معك. وأنا حتى أريحك من هاي القصة رحت كتبت ما يلي: في خمس أشياء تميز ما بين ما كان يحدث في القرن الخامس عشر والسادس عشر عما يحدث الآن في أزمنتنا، أو ما كان يحدث حتى في القرون القرن الماضي واللي قبله. أولاً أن التغيير كان هادئاً وإيداً، يعني الدنيا كانت لما تتغير، لما الكتاب يترجم للغة الألمانية يأخذ له مثلاً 5-6 سنين لما ينطبع وبعدين ينتشر وبعدين الناس تيجي تقرأ وبعدين الناس تبحث وتعمل جامعات عنه، القصة بتأخذ وقتها. ولذلك أنت إذا بتلاحظ بقول لك أنه الشغلة بدت من طاعون 1300 وشوي لما وين وصلنا، تأخذ وقتها لأن التغيير كان وإيد وبسيط وتحرك كان هادئ. أما التغيير في زمننا أنت بتنام بالليل بتصحى الصبح ثاني يوم بتلاقي الدنيا غيرت، صح؟ هذا الكلام ما كان موجود في العالم الماضي. ثانيا أن النبلاء كانوا هم الذين يقودون التغيير، أو النخب بعد ذلك في كل حال العالم. أما الناس ما لهم عدم مؤاخذة، العامة والسوق والدهماء والبسطاء من الناس، هؤلاء كانوا يصنفوا أنه آخر إيش يمكن أنت تسأل فيه. الذي كان يفكر في التغيير هو النخب. الذي بنى النهضة في فلورنس هو النخبة. الذي بنى النهضة في فينيسيا هو النخبة. اللي كان عندهم قدرة يشتروا لوحات مايكل أنجلو ويشتروا ليوناردو دافنشي ويبنوا المتاحف ويعملوا الموسيقى، مش البسطاء والبؤساء من الناس. بالعكس هذولك اسمها البؤساء، يعني اللي اقرأوا رواية البؤساء كل حال. فأنت بتشعر أنه الذي كان يقود العالم هي النخبة فقط. اليوم في إشي اسمه عامل شعبي. أنا هذا العامل الشعبي أعتقد أنه عامل جدا مهم. صحيح بدأ بالثورة الفرنسية، لكن اليوم أصبح كل واحد عنده حساب تويتر بيعتبر حاله أو يعتبر ربما من المؤثرين ومن المغيرين ومن النخبة ومن القادة. فصار في يعني فكرة التغيير. إحنا فكرة التقليدية القديمة عندنا حتى في النص الإسلامي أهل الحل والعقد اللي هم النخبة، الناس الثقال، يعني العلماء، الفقهاء، شيوخ الكذا. هذا الكلام ما عاد موجود اليوم. أصبحت النخبة والعامة اللي كانوا يصنفوا عامة حقيقة في تقارب وربما تمازج. ما بتدريش مرات هذا اللي بيكتب وعنده 5 مليون وعشر مليون وعشرين مليون فولور هو نخبة ولا عامة ولا اثنين مع بعض، ومين تأثير مين بيأثر على الثاني، يعني عارف كيف. هذه أيضا عنصر جديد. العنصر الثالث التكنولوجيا لم تكن عنصرا حاسما، كانت عنصر مهم. أنا قلت أنه مطبعة غوتنبرغ 1440 طبعت الإنجيل، كان هذا كلام جدا مهم، وهذا الذي أدى إلى ثورة الإصلاح الديني بعد ذلك. لكن اليوم التكنولوجيا تعدت قصة طباعة كتاب أو نشره، أصبحت الآن داخلة فينا.
بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الإنساني أو البشري. لم يعد الإنسان مستقلا عن الآلة أو المادة أو الشيء كما كان في طوال عمره، إذا كنا عمرنا 3-4 ملايين سنة، الله أعلم كديش من ذلك الوقت لليوم. إحنا أول مرحلة في التاريخ البشري الآلة تصبح جزء من ذواتنا، والآن هذا الزلمة ماسك تلفونه، إذا فلته بيشعر في شيء غلط. لو يضيع تلفون، تشوفوا الرعب الذي يتملك كل واحد فينا، أنه يصحى يلاقي تلفونه ضايع، واللي حطه بتاكسي ويروح بيشعر ضاع انتهى، يعني إلا ربك سبحانه وتعالى بس عادي حلها. شايف كيف إحنا هيك وصلنا؟ والسبب أنه التكنولوجيا أصبحت عنصرا حاسما في حياتنا، وعنصرا حاسما في التغيير. ثورة الاتصال، هذه شو ثورة الاتصال؟ زمان كان حدا يحكي مع حدا؟ ما حدا كان يحكي مع حدا. في كتاب بديع جدا بدكم تقرؤوه اسمه The Origins، هذا كتاب جديد طلع السنة اسمه The Origins، بكتب بقول The Impact of Geography on World History. كتاب جدا رائع من الأشياء، كتاب جديد The Origins. لا لا دان براون هذيك رواية، لا هذا كتاب non-fiction. يعني مما انتبهت له وأثار دهشتي إنه بقول يا إخوان أنتوا بتعرفوا ليش كل العالم كان عنده ألفابت، ألفابت A B C D ولغة ألف باء تاء جيم، صح؟ ما عدا الصين والحضارات الآسيوية اللي بحدها كان عندهم الصور، مش هيك؟ وما زال إلى اليوم في عندك ألف وكذا رسم صيني يكتب به اللغة الصينية. ليش؟ بقول لأن الحضارة الألفابت بدأت وين؟ في الثورة الزراعية، في المنطقة التي بدأت فيها الثورة الزراعية، لمنطقة الفرات ودجلة، منطقة بابل، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الهند، ثم انتقلت بعد ذلك إلى أوروبا. الألفابت ولدت في معقل الحضارة الإنسانية في المشرق، لكن الحضارة الصينية كانت في معزل عن الحضارة الشرقية، والسبب الجغرافيا، لأن الجبال التي كانت تعزل جبال لا يمكن تجاوزها بسهولة، فانتقال الأفكار نحو الصين لم يكن يسيرا، وانتقال الأفكار من الصين نحو العالم لم يكن يسيرا. حدث ذلك في وقت لاحق عندما بنيت السفن، لكن قبل ذلك كان عسيرا على الإنسان أن ينتقل، ولذلك ما تطور من حضارة وأدوات معرفية في المشرق لم ينتقل إلى الصين، وبقيت اللغة الصينية قائمة على الصورة على الرسم بدل الألفابت مثلا، من الأشياء الجميلة. لكن في طبعا كتاب فعلا يستحق أنه تتفرجوا عليه. النقطة الرابعة، العولمة الاقتصادية والثقافية. إحنا يا جماعة اليوم، زمان كان كانك تقول والله الدولة العثمانية عندها اقتصادها، مصانعها وتجارتها وزراعتها وكلام فارغ. اليوم شو عندنا؟ ليس عندنا، عندنا اقتصاد عالمي. بصير عندك كورونا بالصين، بنزل داو جونز في كل أنحاء العالم، شركات الدنيا بتفزع، العالم بيشعر بأنه على وشك أنه يدخل في أزمة اقتصادية عالمية. بصير عندك سلو داون في أي اقتصاد عالمي مهم، بصير عندك نزول في أسعار البترول مباشرة، اقتصاديات المرتبطة بالبترول بتتراجع وبصير في فزع. بصير عندك انهيار في الأرجنتين، ما لناش أرجنتين بعيدة هاي، شايف كيف؟ نصحى الصبح بنلاقي أنه أثر الانهيار في الأرجنتين على أسواق العالم النامي كله، وهكذا. إذا معنى ذلك العولمة الاقتصادية والعولمة التقنية والعولمة الثقافية هذا عنصر جديد، ما كانش زمان، كانت مثل ما قلكم حتى الألفة بتتروح على الصين تأخذ لها مثلا 1000 سنة تتصل، وبجوز ما تصل، صح؟ لكن اليوم هذا الكلام أصبح مش ممكن. فإذا العولمة هذه شيء مرعب يعني بالنسبة لي. ثم النقطة الخامسة والأخيرة، المستوى الحياتي وتوقعات الناس كانت مختلفة. يعني البني آدم زمان شو كان عايش؟ عنده جرة وعنده بريك وعنده بساط، عنده إذا كان عنده بيت هيك شوية طين، ربما بيت شوية فاخر أحسن إذا كان غني، وأدوات معينة وبعض الأشياء الأساسية. إذا جبت له أنت حبتين زيادة بكون شاكر وحامد وبصعيد جدا. الحياة المادية لم تكن متغلغلة في الناس كما هي اليوم. اليوم الواحد فينا إذا فعلا الله ابتلاه وما استطاع يشتري أبل 11 بلس برو، في عنده مشكلة، والناس حترثي لحاله للأسف الشديد، وبجوز رح يتدين البنك مشان يشتري له أبل، ولا مشان يشتري آخر سيارة نزلت، ولا مشان يعمل شيء. يعني مستوى التوقع عند الإنسان بسبب النمط الاستهلاكي الهائل وبسبب كثرة السلع وتنافسها ليس كما كان عليه الإنسان منذ أن خلقه الله إلى اليوم.
كان واحد عنده ثوبين ثلاث أربعة، إذا كان غني جدا بكون عنده خمسة ستة مثلا لنفترض، هذا بكون إشي مضروب بالمثل. اليوم الواحد والله ما بده يحط وعي وين ولا يحط، مزبوط لا، لأنه الناس أصبحت كل شيء يعني موجود متوفر وبنعمل عليه ديسكاونت ولازم أنت تشتري، لأن الشراء هو الانتماء لهذا العالم الرأسمالي البديع، الجنة جنة الخلد الحياتية التي نحياها. إذا ما بتشتري أنت مش عضو صالح في المجتمع، لازم تشتري حتى تظلك محترم، شايف كيف؟ وكويس، وكل فلوس عندك لازم تشغلها بأنك تشتري فيها وتكوّم الأشياء اللي بتشتريها. نحن ثقافتنا وحضارتنا حضارة أشياء، إحنا الآن نختنق تحت وطأة الأشياء عموما، يعني كلنا صح ولا لا؟ تشعر أن هذه الأشياء أصبحت إيش؟ تحيط بنا. زمان الإنسان العادي ما كانش عنده، أنا حتى الآن لما كنت أروح على أفريقيا في الزمن السابق والله ما زلت أذكر في يوم من الأيام رحت على أحد القبائل في منطقة اسمها وارمبا، القبيلة اسمها وارمبا على حدود تنزانيا زيمبابوي وجنوب أفريقيا، والوارمبا هذول استضافوني الله يخلف عليهم هذيك الليلة عندهم، فبدك تنام طبعا، البيت هو عبارة عن كوخ من هذا الأكواخ الخشب، فكيف بدك يعني وين بدك تروح؟ فيش البيت، ما هو في بيت للزلمة والمرأة والولاد، وفي جنبه كوخ ثاني حاطين فيه الغنم وحاطين فيه الذرة كياس. طبعا انت مش حتروح تنام مع المرأة والزلمة والولاد، فبدك تنام في الكوخ والدنيا برد في الليل، فهم الله يجزيهم الخير طلعوا الغنم ونحن نيمونا على الأكياس تبعت إيش الذرة. هسه ما تقول كيف نمنا، لأنه ما بعرف أنا كيف نمنا، يعني طبعا جاء من جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا شيء عظيم جدا وما إلى ذلك، وتعيش حالي أخطر شيء الخوف كان من الفيران، لأنه في تلك الليلة الفيران كانت قاعدة بتلف حوالينا، لأنك أنت فيران وجاي على الذرة والدنيا ليل وفي غابة، عارف كيف؟ يومها الصبح مشان نكملكم القصة الله يجزيهم الخير جماعة أواد، الصبح من كثر انفعالهم فينا يعني شو بدهم يطعمونا، فراحوا جابوا لنا لا والله فستق حلبي اللي هو الفول السوداني، حمصوه كل واحد اعطونا حفنه اكلنا. لما انا اتفرج جوا الكوخ شو فيه؟ في تبع هذا الصاج اللي بيسووا عليه الاكل والنار اللي فيه، ابريق بلاستيك، اربع خمس معالق، حتى معالق ما فيه كله بالايد، وشويه ملابس بسيطه جدا، سجاده هيك من النوع من الصوف الغنم، يعني هذا هو البيت، يعني هاي حياة الناس وعايشين سعداء. يعني ما كانوا لما جينا من الروح في غابة، هي كانت غابة ضخمة جدا بدهم يهدونا، فأنا شو أنا ما بحكي اللغة وقت اسمها شونة اللغة، فما بشوف إلا الزلمة قاعد بطارد في هالديك داير وراه والناس كلها داير ورا الديك في ديك، بعدين بالآخر مسك الديك وراح جاب لي الديك وقال لي يا أخي هذا هدية. قلت يا أخي طب أنا وين بدي أروح في الديك؟ شو بدك ترفض طبعا مش معقول، بعدين ما عندهم مش يعني حرام عندهم ذرة، الذرة الصفرة هذه وشوية يعني حتى الغنم ما فيه ديك وشوية شوية دجاجات، فقال لي لا والله العظيم لا تأخذ الديك، مسلمين وأصر وحلف وأيمان مغلظة لازم نأخذ الديك، والجماعة قالوا عم نأخذ الديك لأنه حنخلص، لأنه بعدين الزلم بيزعل إهاني لأنك ما تأخذ الديك. طيب فأنا والشباب اللي معي اثنين كنا ثلاث كنا بنعمل تقرير دوكيومنتري عن هاي القبيلة، أخذنا الديك وحطيناه معنا وين؟ في طبعا كيف بدك تحط ديك في السيارة؟ فهو راح جاب لنا كيس خيش وحط الديك في جوا الكيس وطلع ركبة الديك وزر عليه، فالديك راسه طالع وبدنه مقيد، المهم ضبطه ممكن حطيناه في البوت تبع السيارة وسحبناه حلنا وطلعنا. طبعا أنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هسه أول ما نصل لأي مطرح بنعطيه الديك، لكن اللي صار إشي عجيب جدا إنه ضعنا في الغابة هذيك الليلة، وغابة لا في جي بي اس، لا وقتها كان في عندنا تليفون ولا جوجل ولا ما حزن ولا تليفون ولا شيء، كان معنا الثريا هذا زمان يضرب بس وين عندك انت مش داري وين اصلا، شايف كيف؟ وغابة كلها عبارة عن شجر والدنيا معتمة، متنا من الجوع والله العظيم متنا من الجوع، شو بدنا نعمل؟ ضلينا ماشيين توصلنا عند ريفا عند نهر، النهر هذا نزلنا عند النهر، قلت للشباب اسمعوا يا جماعة ما في حل الا ناكل الديك. فالمهم المسكين الديك تم ذبحه في ذلك الليلة ونتفه، وبعد ذلك غسلناه في النهر ثم ولعنا فحم وشوينا الديك وأكلناه. أنا مثلا هذيك الأكل بالنسبة إلي كانت أجمل وأطيب أكل أكلتها، ليش؟ جوع. شوف الحاجة، يعني أنت لما تروح الآن على أي بلد ثاني بدك تروح وتزع على مطعم تطلع سبع ثمان أنواع لأنه في عندك قدرة، بينما لما تكون في تلك الحالة تستمتع بما هو موجود.
توقعنا للواقع الذي نحن فيه أبعد بكثير مما كان توقع العالم في السنوات الماضية. لذلك التغيير يسير بأنماط مختلفة. ولذلك أنا بدي أقترح فورميولا جديدة إحنا كشباب نتعامل معها للمستقبل. الفورميولا هي ماذا؟ أن نستعد بمنظومة قيمية مرنة قابلة أن تحصل على الشرعية القيمية الموجودة عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، وبنفس الوقت منفتحة على المجتمع، وأن نعمل في تراك ثاني على التغيير لكي نستعد للحظة التي تتوائم فيها القيم مع التغيير. كيف طب هذا الكلام بيصير؟ طيب إحنا التغيير في عالمنا العربي أنا برأيي بدأ، والعالم الإسلامي عموما التغيير بدأ، هو التغيير بادي من زمان لكن تتوج نظريا في عام 2011، والربيع العربي هو حالة ثورية لم تنتهي بعد، ما زالت مستمرة، وهذه حالة مستمرة قد تستمر 10 أو 20 أو 30 أو 40 سنة أنا ما بعرف، لكنه لا يمكن في التاريخ أن يكتب ويقال أنه في العام 2011 قامت الناس على حكوماتها وبعدين تم إخمادها في عام 2013 وبعد ذلك ظل العالم العربي في حالة من السبات. أنتم تتوقع مثلا أنه الطبر الجديد اللي حيألف بعد 100 سنة ولا ابن كثير الجديد حيكتب هيك أنه العالم العربي خلص انقمعت الثورة؟ لا، التاريخ يسير باتجاه دائما متحرك. ولذلك إحنا نحن بدأنا عملية تغيير حقيقية، والتفاعل هذا واقع. الفشل حدث مؤقتا أو في هذه المرحلة لأنه في موازين قوة عالمية وإقليمية منعت عملية التغيير، مش بالضرورة بسبب الفشل الفكري وعدم وجود وعي فكري فقط، هذه عنصر لكنه ليست هي الحاسم. الحاسم كان موازين قوة، في قوة قررت أن تفشلك وقد نجحت في ذلك. حتى ولو كنت أنت قارئ كل كتب أفلاطون وأرسطو ومتعلم كل ثقافات العالم وداخل في كل موازين القوة، هذا الذي حدث. موازين القوة لم تكن معنا وفشلنا، لكن موازين القوة نفسها تتغير. إحنا كل يوم نصحى الصبح بنلاقي الدول تغيرت، بنلاقي اقتصاد يتراجع، بنلاقي كورونا فيروس قاعد بعمل مشاكل معينة، العالم يتغير فورا ويتغير اليوم أكثر مما تغير في أي لحظة من الزمان كما قلت لكم بسبب الخمس عناصر اللي ذكرتها. معنى ذلك أن استعدادنا الذهني والفكري والقيمي للحظة التي تصبح فيها موازين القوة قابلة للتغيير ينبغي أن يستمر ويتسارع. وذلك في جهد فكري لازم نبذله في التعلم، في الإعداد، في التأمل، في التجارب الأخرى التي مرت في العالم، وفي جهد عملي لازم أن نسارع إليه من أجل أن ندعم فكرة تغيير موازين القوة. قد لا تكون بيدنا الآن أنه أغير موازين القوة، العالم اقتصاديا مش بيدي، ولا العالم عسكريا بيدي، أمريكا تملك قوة عسكرية مرعبة، ولا العالم بأدواته القانونية الدولية بيدي، في مجلس أمن بحكم العالم وما إلى ذلك مثلا إن أردتم أن تقولوا ذلك. لكن في الحقيقة كل هذا يتغير. المصيبة أنه لما تأتي اللحظة المناسبة تكون حضرتك أنت مش مستعد ومتجاهز ومعكش خبر وتروح عليك ويجي غيرك التقط المبادرة ويسير بها. ولذلك أنا أقول في تراك بده يتم يقوده النخبة من المثقفين ومن أصحاب الرأي ومن المتخصصين ومن طلبة الجامعات النابهين والمتميزين، وفي تراك هو أوريدي بتفاعل في الأرض اللي فيه الناس والمجتمع والثوار والشارع اللي قاعد بغلي سلبا أو إيجابا، لكن في حراك اجتماعي. وأعتقد أن الحراك الشعبي أسرع تفاعلا من الحراك النخبوي. يعني أعتقد أن الأمة الآن، أن النخب في عالمنا العربي والإسلامي أبطأ في تفاعلها مع الواقع في الشارع من تفاعل الشارع مع النخب، وهذا مهم جدا. ذلك في كلام كثير لازم نقوله في هذا الاتجاه. عندما سألني أحد الزملاء قبل أن أبدأ هنا أنه إحنا نتكلم عن فكرة تجديد الديني، أنا بالمناسبة هذا المصطلح لا أحبه، أعلن أمامكم اليوم أن فكرة التجديد الديني هذه التي أراها مطروحة اليوم أمامنا هي فكرة في الحقيقة مصطنعة. إحنا مش متخلفين لأنه الدين تبعنا مش متجدد. يعني الدول اللي اليوم أحسن حالا من دولنا العربية، الفكر الديني مش أحسن حالا من الفكر الديني عندنا. تركيا التي نجلس فيها اليوم فيها ديمقراطية أفضل من الدول العربية، لكن الفكر الديني في تركيا أحسن من الفكر الديني عندنا مثلا؟ هل الفكر الديني بماليزيا أحسن من الفكر الديني عندنا؟ هل الفكر الديني في أندونيسيا أحسن من الفكر الديني عندنا؟
مش بالضرورة. ثانيا أن الذي يقولون، الذين يقولون بالتجديد الديني هم حقيقة في الأغلب السلطات. أنتوا لاحظتوا أنه منذ عام 2011 من أول واحد قال بدنا نغير، ديروا بالكم منهجكم غلط ودينكم مش مزبوط وبدنا تحديث وعولمة وحداثة؟ جورج بوش. لاحظتوا؟ ومن يومها سارعت دولنا العربية لمؤتمرات التجديد الديني، تغيير الخطاب الديني. ليش عم يصلي على النبي؟ هو تغيير الخطاب الديني بيتم بقرار من دولة ولا بقرار من حزب ولا بقرار من نخبة؟ هذه عملية متحركة الأمة كلها بتشارك فيها، وليست لها لحظة نقول فيها قد أنجزنا التغيير الديني، إلا أن كنت أن ترفع تقرير لأسيادك في واشنطن وتقول أنا قد فعلت كذا وكذا من أجل أكون عفارم بارك الله فيك. بس حقيقة التجديد الديني هو فعل تقوم به الأمة ونخبها وتتفاعل فيه عبر الأزمنة، وفيش لحظة نقول فيه أن أنجزنا. هذه مسألة يتفاعل فيها النص مع الواقع تفاعلا دائما حتى قيام الساعة، ولا ينبغي أن نستسلم لكي يكون هناك أي تجديد لديننا من قبل نظام أو حزب أو سلطة معينة، لأن ذلك يعني توظيف الدين لمصلحة أولئك الذين يملكون بالزمام الأمور السياسية، وهم في الغالب يستخدمونها للتغطية على الفساد الاقتصادي والفساد المالي وغياب الحريات. وأنت سمعت السيسي عندما سألوا أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي، قال له عن الإعدامات اللي حدثت 2018، الإعدامات اللي حدثت في مصر، قال له أنتم لكم قيمكم وحرياتكم ونحن لنا قيمنا وحرياتنا، أنتم الله يعني أنتم لكم منهجكم ونحن لا، ما تتدخلوا فينا ولا نتدخل فيكم بالله عليك. ونرجع لنجد من العلماء والفقهاء للأسف الشديد من يبرر ذلك بالقول أي نعم يا أخي إحنا عندنا منظومتنا القيمية والفقهية والشرعية التي لا تتفق مع الغرب، وبالتالي هذه القيم اللي بيبشروا فيها وبيحكونا عنها كلام فارغ، إحنا ما لازم نتبعها. إذن التجديد الديني المطلوب الذي تقوم به السلطات أو الذي تدعمه المؤسسات الدينية الرسمية التابعة للسلطات في الحقيقة هو محاولة تكييف الخطاب الديني مع مفاهيم التسلط والديكتاتورية والفساد. ولذلك أنا صراحة متحرج جدا، وأنا بقول لك إذا إحنا بدنا نغير العالم العربي والعالم الإسلامي نغيره فعلا في الواقع ونغيره فعلا في موازين القوة ونغيره في تفكير سليم، ولكن نفس الوقت ما نقعد نستنى بين ما نعمل تجديد ديني مشان نيجي نعمل تجديد في السياسة والاقتصاد، لأنه مش هذا مرتبط بذلك، بل هذه عملية مشتركة. كلما تقدم المجتمع كلما ارتقى مستوى في التفكير في كل المجالات. هذه نقطة في غاية العلمية. النقطة الثانية أريد أن أقولها، في الإسلام الواقع ما في دين عنده فلكسيبيليتي مثل الإسلام أصلا. يعني إذا بدك الصراحة، إذا الآن إحنا متهمين بالجمود، وهذا الجمود هو جمود نخبنا التي عينتها الدول والحكومات بصراحة التي راعتها عبر العقود. ما كان عندنا في تاريخنا جمود بهذا الشكل. الجمود الآن مطلوب منه أن يكون موجودا حتى يتنزل الدين على الناس كسيف وسلاح بيد السلطة وبيد النخبة التي ترتبط بالسلطة. لكن الإسلام طول عمره كان في عنده سعة في التفكير، طول عمرها بغداد ودمشق وكل مناحي الدولة الإسلامية في كل مكان تموج بالمفكرين والمثقفين والمذاهب والطرق والأفكار المختلفة، يتفق ويختلف فيها الناس، وما كان حدا بالنهاية يشعر أنه في مشكلة، بل بالعكس الحرية كانت هي التي تصنع التجديد وليس غياب الحرية، ليس السلطة. لما تتدخل السلطة تفسد، يفسد الدين، يفسد الخطاب الديني. رأيناه ذلك، رأينا ذلك في الدولة العباسية عندما أرادت فرض مفهوم الاعتزال، فوقف إمام السنة في ذلك الوقت الإمام أحمد بن حنبل ومنع الدولة من أن تكون وصية على الخطاب العقد الديني. الإمام مالك عندما عرض عليه أبو جعفر المنصور أن يتبنى كتاب الموطأ كقانون لعموم الدولة العباسية، الإمام مالك رفض، قال الدولة شو العلاقة في هذا الموضوع، هذا خطاب للعلماء والفقهاء يتنافسوا فيه، هذا رأيي وفي ناس عندهم آراء كثيرة، من هي الدولة حتى تفرض على الناس فقه واحد؟ هذا منهج أهل السنة والجماعة، أننا الأمة هي مستودع الحق وهي التي تقرر شأن التفاعل وليس السلطة. عندما تمسك السلطة بالدين، ما حتى ولو كانت سلطة صالحة، أنا ضد أن تكون من وظائف الدولة مهما كانت هذه الدولة أن تكون وصية على تفسير الدين أو على تأويله أو إسقاطه على الواقع. هذا مش شأن السلطة، هذا شأن الأمة، المجتمع، النخب، المثقفين والفقهاء والعلماء وأصحاب الاختصاص يقوم بهذا الدور بالتعاون والانفتاح على الناس جميعا. هذه نقطة مهمة.
لكني أختم بالقول، هناك أربع تيارات، أنا شخصيا هذه لا ألزم بها أحد ولا أعتبر أنها شيء، لكني أراها مفتاحا أو بداية لتيارات فكرية في الخطاب الإسلامي قد يكون لها مستقبل كبير في تجديد مفاهيم كثيرة في واقعنا. الأول فيما يتعلق بالقرآن الكريم، أنا قلت لكم أن الأفكار عادة ما يقولها أصحابها وليس بالضرورة يرون تطبيقها على الأرض. كارل ماركس على سبيل المثال لما راح كتب كتاب رأس المال، تعرفوا أن كتاب رأس المال ما حد قبل يطبعه في بريطانيا، قالوا له عمي مين بده يقرأ هذا الحكي الفاضي، فراح أنجلز دفع من جيبته وطبع الكتاب. بعدها كم 50 مات كارل ماركس، أجا الاتحاد السوفيتي بدهم شيء جديد عن أوروبا، راح تبنوا الشيوعية التي أساسها رأس المال، صح ولا لا؟ الأفكار مهمة في ذاتها، سيأتي لحظة يلتقطها الناس. أنا أقول أبو القاسم حاج حمد في كتابه عن العالمية الإسلامية الثانية ومنهج تفسيره للقرآن الكريم برأيي أن هذا سيتطور مع المستقبل ليصبح طيارا جديدا يقوم على فكرة ثبات النص وحركية المعنى، وهذا قد إذا كان حدا مهتم في ذلك ينبغي أن يأخذ من ذلك هذا المكان. ثانيا فيما يتعلق بالسنة النبوية، السنة الحديث، أعتقد أن المحاضرة التي أنا استمعت لها شخصيا من الشخصية المعروفة هنا في تركيا اسمه محمد أبايدن الذي يتكلم عن السياق في علم الحديث ستكون هي مستقبل النظر لعلم الحديث، وضع الحديث في سياقه بمعنى الإجابة على الثلاث أسئلة المهمة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة قالها لمن، وقالها متى، وقالها في أي مناسبة، تجد أن الحديث يكتسي بعدا مختلفا عن الأبعاد التي تكتسي الإطلاق في الأحاديث، خاصة الأحاديث التي الأحاديث الزمنية غير المرتبطة بالمطلق، لأنه في أحاديث بالصلاة والصيام والزكاة والحج هذه متفقين عليها جميعا، لكن في أحاديث أخرى تحتاج أن توضع في سياقها. وهذا الرجل كتب هذا الكتب وللأسف لم تترجم إلا اللغة التركية، ليست موجودة باللغة التركية، أعتقد أنه قد تصبح تيارا مستقبليا في فهم علم الحديث. الثالث في السيرة النبوية، أعتقد أن أفضل ما يمكن أن يعمل في السيرة النبوية هو استخلاص القيم التي تفاعل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الواقع السياسي والاستراتيجي في زمنه، كيف أسقط ذلك النص، لأن هذا هو المثال الأسمى، هذه اللحظة النبوية التي النص أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا على الواقع. فأن تدرس منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل الاستراتيجي والسياسي وأن تستخلص منها قيم تصلح لكل زمان ومكان، هذا تيار مستقبلي ينبغي أن نبني عليه. التيار الرابع المتعلق بالفقه، بتقديري والله تعالى أعلم أن الفقه سيتجه مستقبلا باتجاه الفهم المقاصدي المتحرك للتفاعل مع الواقع. التفاعل مع الواقع سيكون أكبر مشكلة يعاني منها الفقهاء، والواقع الذي أتكلم عنه بيبدأ الصبح وبتغير ثاني يوم، يعني مش واقع، هو واقع من السيولة وليس واقع من الثبات، ولذلك سنضطر أن نستخلص مقاصد وأن تصبح هذه المقاصد هي الحاكمة للأحكام حتى نستطيع أن نتأقلم مع التغيرات المذهلة في 20 سنة القادمة التي ستغير على الإنسان وعلى تعامله وعلى شخصيته وعلى الأحكام التي سوف تصدر عن الفقهاء في هذا الزمن. ولذلك هذه 4 تيارات أساسية قد تصلح لإعادة بناء منظومة جديدة في الوعي الديني، ولكن أنا لا أزم بها، أنا فقط وجدتها من تجربتي الشخصية كما قلت، وهذا كلام مفتوح للنقاش والجدل، ما يجي واحد يقول الله أكبر أنا بقول لك هذه وجهة نظر التي ألقى الله عز وجل وأنا عنها راض، لكن ربما أنت تيجي تقنعني بشيء ثاني وأنا بالعكس منفتح على ذلك. ونعتقد أن أجمل شيء ممكن أن نفعل الآن أن نطلق الحوار بدل أن نلزم الناس بشيء ما، لأن لا يوجد فينا واحد عارف الشو بالضبط الصحيح في هذه اللحظة، نحتاج من الجميع أن يتقدموا ويتكلموا لعلهم يأتوا بشيء جديد، وفعلا نحتاج ذلك، وأن نتسامح مع الرأي، لأنه ما في حد حيأتينا بالجديد إلا لما يقطع المسافة ما بين ما هو آمن ومألوف ومتفق عليه ومجمع عليه تراثيا وبين ما هو جديد قد لا يبدو للوهلة الأولى أنه فعلا الشيء الذي نريده، لكن يجب أن نتسامح في الحقيقة، ما عندنا حل آخر، نحن نعبر مرحلة في غاية الحساسية. لذلك أود أن أختم بالقول،
التغيير بدأ، مش احنا بدنا نبدأ نقرر هيك بالصبح الساعة 8 الصبح بدنا نبدأ تغيير. التغيير هو في عالمنا العربي والإسلامي عمليا الآن شغال. اللحظة الآن الموجودة في العالم، اختلال موازين القوى، صعود الصين، تراجع الولايات المتحدة الأمريكية، حالة الهبوط التي تعيشها أوروبا، موازين القوى التي تتغير اقتصاديا، والكساد العظيم الذي سنواجهه في السنوات القادمة، كل هذه موازين قوة، العالم يتغير. يعني أنا أرى اللحظة التي يمكن لنا أن نملأ فيها فراغا، أراها أمامي، لكن أحيانا أخاف أننا لسنا مستعدين. فلذلك ما أن التغيير قد بدأ، خلينا أيضا نكون في عندنا أفكار أو تصورات جديدة، بحيث أنه هذه اللحظة مع تلك تتفاعل حتى تؤسس لواقع جديد، ولا أراه إلا قريبا. بالمناسبة أنا مش متشائم ولا خايف على الإطلاق ابن القادم، بالعكس إحنا ما أفلسنا بعد ولن نفلس، لأنه في عندنا مرجعيات ثابتة لا تستطيع أن تغفص من خلالها. إذا كان النص الذي أمامنا هو القرآن الكريم وهو نص ثابت حتى قيام الساعة، وفيه من المعارف والعلوم للأسف الشديد نحن مش قادرين نستخلصها لأنه مقيدين بأفكار مسبقة نهائية وقطعية حول القرآن في بعض الأحيان، هذا الذي بعوقنا. لكن في الحقيقة الأمة هذه ما بتموت. ولذلك أنا كنت اليوم أتكلم عن موضوع إسرائيل، لما إسرائيل تيجي الآن في لحظة الانتصار والنشوة وتقول لك صفقة القرن، أنا بدي أصادر كل الأراضي الفلسطينية اللي في الغور وفي المستوطنات وأضمها لإسرائيل، واللي مش معجبه يبلط البحر. يا سيدي أنت ممكن تعمل هيك بصراحة، عندنا واقع عربي متدهور، وأنت عندك قوة اقتصادية وعسكرية، قوة عسكرية مهمة، وعندك أمريكا وراك، ممكن تعملها. لكن لو كنت عاقلا، لو في حد عاقل ويفكر هذا التحدي الأجوف لمليار ونص بني آدم، سيبقى الأمة طول عمرها ضعيفة، وستبقى الأمة فعلا طول عمرها ساكتة ومبسوطة على اللي قاعد بيحصل، وفي آية في كتاب الله اسمها المسجد الأقصى متجاهلتها؟ طب أنت وين ماشي؟ عارف كيف؟ لأن نفكر في المستقبل. اللحظة عندما تنتصر فيها تشعر بأنك قد سكرت بالنصر، ولكن لما تصحو ستشعر أن العالم يتحرك، وما في ضعيف بضل ضعيف، وما في قوي بضل قوي. ولذلك أنا متفائل دائما أن إن شاء الله الحق هو في النهايات التي سوف نصل إليها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.